صباح الخير. العسكريون لا يزالون قيد الاعتقال وتحريرهم لا يبدو أولوية مدرجة على جدول أعمال اللقاءات السياسية المزدحمة هذه الأيام. إصرار قائد الجيش على تحريرهم مهما كان الثمن لم يترجم بعد، لبل هناك من نادى قائد الجيش لئلا يسقط في فخ المساومة على الجيش وعلى دماء شهدائه. الكلام هذا خطب به كهن رعية الشياح سليم مخلوف في عظة قداس الذكرى الأسبوع للشهيدين العقيد داني حرب والنقيب داني خير الله. في دولة الفراغ انتخب مفتي للجمهورية اللبنانية بتسوية إقليمية مصرية سعودية هي نفسها رافقت عودة الرئيس سعد الحريري لتعيد ترجيح كفة الاعتدال. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط فهو اليوم يفتح صفحة جديدة يقول فيها أننا سنتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. ضيف اليوم في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. شكرا لك، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ من حديث أنا أبو وليد جملاط مبارح بيقول سنتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. أي رئيس للجمهورية سنتوصل إلى انتخابه؟ رئيس التسوية والرئيس التوافقي اللي ممكن أنه يشكل قاسم مشترك بين القوى السياسية كافة، لأنه هذه التجربة بلبنان علمتنا دائما يعني أنه الاستحقاقات الكبيرة سواء كانت رئيس جمهورية أو غيرها استحقاقات يعني لا يمكن أن تنجز إلا بتوافق القوى السياسية كافة حول سواء الشخصيات أو العناوين أو يعني المراحل السياسية. بعتقد هذا اللي بالنهاية المطاف رح نتوصل له، وهذا اللي بنهاية المطاف رح يكون يعني عنوان الرئيس المقبل. بس اليوم الحزب الذي يمثل يعني على الأقل على مستوى النواب لحتى ما نفوت بجدل عم بيدخلوا فيه عادة الأكثر مسيحيا يرفض الرئيس التسوية ويعتبر أنه اليوم أصبح للمسيحيين الحق بأن ينتخبوا الرئيس المسيحي القوي بمعنى التمثيل طالما أنه رئيس مجلس النواب هو يمثل الشيعة ورئيس الحكومة يمثل السنة، وبالتالي هذا يتعارض مع ما تقول حضرتك. يعني بعتقد أنا النقاش بهالموضوع خليني بلش فيه من مثال على أنه نفس القوى السياسية اللي عم تحكي بهذا المنطق هي بلحظة من اللحظات اختارت مثلا رئيس حكومي لا يمثل أكثرية السنة، وبالتالي هي نفسها ناقضت هذا المنطق. وافقت عليه الأكثرية السنية. لا رئيس ميقاتي. الرئيس ميقاتي الأكثرية السنية كانت ما كانت معه. طيب بس أصلاً وبالتالي هذا هذه تجربة كانت فاشلة وهن بيعترفوا بهذا. وبالتالي هذا منطق يعني يناقض المنطق اللي عم ينحكى فيه. بس اليوم اعترفوا إنه تجربة فاشلة. لا حتى ما تاخذني لمطرح يمكن أنا بهذا المطرح تحديداً اعترفوا إنه هذه تجربة لم تنجح معهم وبالتالي ذهبوا إلى حكومة ما حدا طلع قال إنه هذه تجربة لم تنجح. على الأقل القوى السياسية لا على الأقل القوى السياسية اللي عم تحكي عن أعطيني تصريح مثلا للقوى السياسية بتقول أنه هذه التجربة لطالما قالوا المشكلة وين لطالما دعوا إلى حكومة وحدة وطنية. لا وعلى كل حال لما لألك. أنا رح رجعك رح بس أنا رح رجعك لنجيب مئات هذا المنطق هذا المنطق كله وقتها كانوا بدهم وقت اللي الديمقراطية بتخدمني بمشي فيها وقت الديمقراطية ما بتخدمني بصير بحكي بالتوازنات الطائفية. ليش هذا منطق لا يصح؟ تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ألم يتم الحديث مع كل القوى السياسية للمشاركة في هذه الحكومة وهم رفضوا؟ تذكري تماما أنا بدي رجعك كمان لهذيك المرحلة. الوحيد اللي رجع تحدث عن مسألة الثلث الضامن في الحكومة وقتها سليمان بيك فرنجية، وبتاني يوم قامت أيامة كل قوى 8 أدار. أنا اللي عم بقوله جوزيفين لحتالي ما بدي أرجع لهذيك المرحلة. من حق كل قوة سياسية يعني أي قوة سياسية سواء بتمتلك الأكثرية النيابية بالشارع المسيحي والأكثرية الشعبية أو لا هذا حقه أنه يعني تترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. هذا الحق ما حدا بيقدر ينكره على الآخر على الإطلاق. والكلام عن أنه الرئيس يعني يجب أن يكون عنده تمثيل شعبي كمان كلام من حق أي طرف سياسي أنه يطرحه. ما حدا على الإطلاق بيقدر يعني يلغي هذا الحق لأي طرف سياسي سواء كان التيار الوطني الحر أو غيره من القوى السياسية. المسألة اللي مطروحة هل يمكن أن ننجز الاستحقاق تحت هذا العنوان؟
هذا سؤال بدنا نطرحه. يعني فينا نحن كقوة سياسية لبنانية اليوم نوصل لرئيس جمهورية لأنه عنده أكبر كتلة نيابية؟ فينا نوجد هذا الاستحقاق؟ طيب هل القوى السياسية الأخرى جوزيفين خليني أقول يعني هل القوى السياسية الأخرى اليوم أي مرشح لرئاسة الجمهورية لو ما هو بيعرف أنه القوى السياسية الأخرى إلى رأي بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كان بيحكي معه، كان بيتفاوض معه، كان بيناقش معه موضوع رئاسة الجمهورية؟ معناتها الكل مقتنع في المضمون أنه هذا الاستحقاق يجب أن يتم بالتشاور، بالتنسيق، بالتوافق بين مختلف المكونات اللبنانية. بس ما حدا قال هذا هيك. هذا لا ما أنا اللي عم بقوله هذا التوافق بين مختلف المكونات اللبنانية قد يأتي بالشخصية الفلانية وقد يأتي بشخصية أخرى، قد يأتي بهذا المرشح وقد يأتي بمرشح آخر. اللي نحن عم نحكي جوزيفين هو مش موضوع قبول أو رفض هذا الشخص أو هذا المرشح أو هذا الزعيم أو هذا القائد أو هذا القائد، وبالتالي يعني عم نقول نحن بدنا فلان ما بدنا فلان. نحن عم نحكي بالمنطق الأساسي أنه هذا الاستحقاق منطقه منطق تسوية ومنطقه منطق توافق بالبلد، وهذا التوافق له معاييره وله شروطه، هذا الأساس. هلأ هذه التسوية قد تأتي بفلان قد لا تأتي بفلان، يعني ما حدا عم بيقول أنه هاي التسوية محسومة. نعم. يعني قصدك التسوية يعني توافق الجميع على موقع على رئاسة. نعم. الجمهورية. نعم. طب ساعتها حينها ممكن فينا نقول أنه أيضا رئيس مجلس النواب بكرة بس بده ينتخب أيضا هو بحاجة لتوافق الجميع عليه وليس فقط طائفة ليش معينة. ليش ورئيس الحكومة ليش كذلك الأمر؟ ارجع الى موضوع انتخابات رئاسة مجلس النواب. مش هيك حصل؟ لا. اذا كان بالظاهر ينتخبونهم. لا. لا. لا انا اقول انه دائما انتخابات برئاسة مجلس النواب اذا بتريد بس لحتى اوضح سؤالي. عادة من يمثل رئيس مجلس النواب انه هو يكون الاقوى شيعيا او انا يمكن على حد معلوماتي هيك ما هيك وينتخبونه. السؤال هون اليوم المسيحيين عم يطرحوا على نفسهم هذا السؤال وعم يطرحوا على الجميع. انا بدك رايي مش الاقوى شيعيا اللي عم بيعمل رئيس مجلس النواب. مين لك الذي المتوافق على المتوافق عليه بين القوتين السياسيتين الاساسيتين اللي بتمثل المكون الشيعي بالبلد. اليوم أنت إذا بتلاقي مرشح حتى لو ما عنده أكبر كتلة نيابية إذا بتتوافق عليه الكتل المسيحية الوازنة واللي ما بعتقد أنا في قوة سياسية ساعتها بتقدر تقلك أنه أنا ما بدي هذا الأمر. هذا الأمر يعني عم تقول حضرتك إذا بوافق القوات والكتائب وعلى العمادة أو إذا توافق مسيحي أو بالعكس إذا بتلاقي أنت التيار الوطني الحر والكتائب والقوات وسليمان بايك فرنجية اتفقوا على مرشح ما بيعود فيها المكونات الثانية، مش من السهل تجي تقول نحن بدنا مرشح آخر. فهون المسألة مختلفة، المسألة مختلفة. بالمرحلة الماضية وقت ثلاث نواب أو أربع نواب سنة مش مع سعد الحريري لرئاسة الحكومة مع حفظ الألقاب، يعني تم اختيار مرشح آخر. من هون المسألة إذا كل واحد بموقعه الطائفي اللي عم بيحاول يتحصن فيه، وهذا حق له باللعبة اللي موجودة، إذا في توافق عليه من كل مكونات الطائفي تبعه، ما بعتقد لا مش من السهل ساعتها القوى السياسية الثانية مهما كان وزنه ومهما كان تأثيره تقدر تقول أنا لا بدي مرشح غيره. طيب اليوم كلام النائب وليد جنبلاط يأتي بعد لقائه السيد نصر الله وبعد لقائه العماد عون، ماذا جرى في اللقاءين بخصوص رئاسة الجمهورية؟ لأنه هلأ بعد شوية رح نحكي عن داعش. يعني خليني أقول أنا في عنوان أساسي قبل ما نفوت بالعناوين التفصيلية عند الرئيس وليد جنبلاط، وإذا بدك المسعى تبعه كله سوا يعني باللقاءات السياسية واللقاءات الشعبية تتمحور حول هذا العنوان وتتمحور حول هذا يعني السقف السياسي إذا صح التعبير. نحن أمام مخاطر الكل معترف فيها، ونحن أمام استحقاقات مترافقة مع هذه المخاطر كمان الكل يعني على الأقل ظاهريا يحاول أن يقول أنه أنا بدي أنجز هذه الاستحقاقات. عم بيقولوا الرئيس وليد جنبلاط أنه أنا اليوم عم بحكي وعم بتصرف كلبناني، لا عم بتصرف كتقدمي اشتراكي ولا عم بتصرف كزعيم. يعني إذا البعض بيصنفني أني بنتمي لطائفة معينة مع طوائف أخرى، وكمواطن عم بحكي مش عم بحكي لا كدرزي مع مسيحي ولا كشيعي مع سني ولا يعني ماروني مع أرثوذكسي، عم بحكي كلبناني. نحن معنيين اليوم أنه نحكي بلغة كلبنانيين لأنه الخطر يحدق بالجميع، ولأنه الخطر
بده يواجه الجميع، ولأنه الخطر آخر شيء آثاره السلبية بدها تكون على الجميع، وبالتالي إذا ما حكينا بهذا العنوان ما حكينا بهذا الخطاب اللي بيتجاوز الحدود السياسية واللي بيتجاوز الاعتبارات السياسية الضيقة واللي بيتجاوز الحسابات السياسية، نائب من هون ووزير من هون وانتخابات هون وانتخابات بمحل تاني، هذا الخطاب الأساسي اللي لازم يتجاوز المسائل السياسية إلى الخطاب الوطني إلى المصلحة الوطنية معنيين اليوم إنه نحن نحكي فيه. تحت هذا السقف فيني أنا يجي قارب كل الملفات الأخرى. من هون كان العنوان الأساسي سواء باللقاءين مع سماحة السيد نصر الله أو مع الجنرال ميشيل عون، موضوع الاستقرار بالبلد، كيف نحن فينا نكون شبكة أمان سياسية وشبكة أمان اجتماعية تقدر قدر الإمكان تحصن هذا الاستقرار وضرورة انتخاب رئيس. وهذا خليني أقول وهذا الأمر يحتاج إلى جهد سياسي، وبالتالي هذا الجهد السياسي مطلوب من كافة القوى السياسية. المسائل الثانية مع السيد نصر الله، بتعرف البيان حكي بشكل واضح، كان بوقتها موضوع غزة موضوع أساسي، ضرورة انتخاب رئيس بالتأكيد يعني هو عنوان مش بس يعني باللقاء مع السيد نصر الله أو مع الجنرال عون، يعني كل القوى السياسية عم تحكي عن ضرورة انتخاب رئيس. مقاربتنا لانتخاب الرئيس هي نفسها، لم تتبدل لا في اللقاءات ولا يعني في أي لقاءات أخرى. عندما قال النائب وليد جملوت أنه سيطرح مبادرة بخصوص رئاسة الجمهورية، ما هيك؟ كان سيقوم بخطوات. بمبادرة بخطوة. لا، خليني أكون دقيق، لأنه أنا كنت بالجولة بشوي فات وقت اللي طرح هذا الكلام رئيس الحزب، تحدث عن مبادرة تجاه القاضي المسيحيين، وهذه المبادرة بدأت من عند الجنرال عون، مكفية على يعني قيادات أخرى. سيزور الدكتور سمير جعجع ورئيس أمين جميل والوزير سلمان بيك فرنجي. نعم، فالمبادرة الأساسية جوزيفين لا تتجاوز المنطق اللي عم نطرحه في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس توافقي. الشيء الأساسي في هذه المبادرة هي التواصل المباشر واللقاء المباشر والمبادرة إلى زيارة هذه القيادات، وبالتالي البحث معها في يعني عناوين عديدة من موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية. ماذا قال السيد نصر الله للنائب جنبلاط في هذا الموضوع عندما قال له يعني أنه يجب انتخاب رئيس توافقي في البلد؟ يعني لقلك انه لاكون صريح معك، يعني انه يعني عندي تفاصيل شو اللي دار بهذا اللقاء بكون عم بالغ. بعتقد يعني حزب الله رجع عبر عن موقفه في خصوص استحقاق رئاسة الجمهورية ومرشحهم بهذا الامر، لكن نحن مؤمنين انه المواقف السياسية كلها، مع احترامنا لكل المواقف السياسية، لا يمكن يعني مقاربتها ومناقشتها إلا بالتواصل المباشر. مشان هيك كانت هذه اللقاءات. يعني أنا ما فيني أقول لك شو كان الجواب بالتحديد، لكن طلع كلام بعد يومين أو ثلاثة عن حزب الله كان واضح، وبعتقد بلسان السيد نصر الله نفسه أنه مرشحهم يعني الجنرال بالضبط. لأنه لما كنا هون بالحلقة معي الأستاذ حبيب فياض وكنت معي حضرتك عبر اتصال، كان الحديث أنه السيد نصر الله رد عليه للنائب وليد جملوت أنه تحاوروا مع العماد عون. هلا يعني ما بعرف اذا انا عم بسالك اذا عنده معلومات دقيقه يعني عن اللقاء شو جرى بتفاصيله، انا ما عندي اياها. المنطق بيقول هيك، لانه مش بس يعني حزب الله عم بيقلنا تحاوروا مع العماد عون، ما نحن مقتنعين بالحوار مع العماد عون، نحن مقتنعين بالحوار مع القوات اللبنانية، ونحن مقتنعين بالحوار مع كل القادي المسيحيين الآخرين. نحن وقت اللي عم نحكي قبل اللقاء مع سماحة السيد نصر الله، نحن عم نحكي إنه هذا استحقاق توافقي. يعني مش ممكن هذا الاستحقاق التوافقي يعبر بدون ما يكون مثلا موقع كموقع جنرال عون والتيار الوطني الحر يعني موافقين مساهم فيه. طيب يعني كيف كان لقاء هذا منطقي جنبلوت. وهذا طبيعي. كيف كان لقاء الرابية بين جنبلوت عون؟ يعني كان هل كان إيجابي؟ شو صار بموضوع رئاسة الجمهورية؟ هل طرح النائب جنبلوت موضوع أنه هو رئيس التوافق لأنه في لبنان على طول لازم يكون في تسوية برئاسة الجمهورية؟ ما كان رد العماد عون؟ خليني أقول لك يعني أولا اللقاء كان البيان اللي طلع وصفه بالودي بالأمس، رئيس الحزب تحدث عن هذا اللقاء مباشرة في خلال جولته بمنطقة علي غرب علي، وصفه باللقاء الجيد وباللقاء الودي وباللقاء الصريح
بمختلف الأمور. وفيما يتعلق يعني بنقطة أساسية مرتبطة بالوضع الجبل، يعني تحدث عن إيجابية كبيرة بكلام الجنرال ميشيل عون عن هذا الأمر، عن العيش المشترك بالجبل، عن التعاون بالجبل، عن يعني الوضع المريح اللي لازم يكون دائما بالجبل، وبالتالي عن العلاقة الثنائية بين الطرفين. فيما يتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، بقدر بقول انه يعني الطرفين على موقفهم بهذا الامر، لكن هذا يعني لا بالموضوع الاستحقاق الرئيس، اثنيناتهم بقيوا على موقفهم، يعني بقي النائب يعني جملات يتمسك بالرئيس التسويه، وبقي العماد عون يتمسك بالرئيس يعني القوي. نعم، الطرفين على موقفهم. اللي بقدر بقوله انه مش ضروري هذا اللقاء يكون يعني نهايه النقاش، نهايه النقاش، ولا مطلوب كمان من هذا اللقاء انه يعني توصل الى نتيجه بظرف 3 ارباع الساعه في اجتماع توصل الى نتيجه. صحيح، يعني بس نحن عم نسال عن هذا على اساس هذا اللي صار. نعم، بقي بالطبع يعني نحن على موقفنا، والتيار الوطني الحر على موقفه بهذا بموضوع الرئاسه. طيب العماد جان قهوجي، هل الطريق تفتح من خلال هذه التسوية للعماد جان قهوجي ليكون رئيسا للجمهورية؟ ما بعرف بصراحة، ما بقدر بقلك، لأنه حتى اللحظة ما في معطيات أو ما في نضوج لمعطيات معينة بهذا الخصوص، ما فيني أحكي عنها بكل صراحة. لحد هلأ مش صحيح الكلام عن أنه هناك تسويات يعني تقريبا جاهزة ومنجزة، وخصوصا بهول اليومين اللي مرقوا مع عودة الرئيس سعد الحريري، البعض يعني أخذ الأمور إلى نهايتها، إلى نهايتها السعيدة، وكأنه التسويات ومنهم يعني أخذوها إلى نهايتها غير السعيدة، وكأنه التسويات منجزة، وبالتالي يعني مع عودة الرئيس سعد الحريري نحن رايحين على تنفيذ أو تطبيق هذه التسويات. بقدر بقلك أنه الأجواء مش هيك، والمعطيات مش بهذه البساطة ولا بهذه الحدود. يعني عودة الرئيس السعد الحريري لا تحمل تسوية على صعيد الاستحقاق الرئاسي والحكومة المقبلة. بعتقد الرئيس سعد الحريري نفسه أشار إلى هذا الأمر. نعم. وقال ما حدا يحملني يعني بما معناه، ما حدا يحملني أكثر يعني يحمل هذه العودة، هذه التسوية إذا صح التعبير، لأنه هذه مسؤولية الجميع. لأنه هذه مسؤولية الجميع. وبعتقد أنا مش بعتقد، الأكيد حتى الآن جوزيفين ما في معطى بيقلك أنه التسوية منجزة لعدة أسباب. أولا هناك أسباب داخلية واضحة عند كل الأطراف، اثنين هناك أسباب كمان إقليمية. يعني نحن نتمنى أنه يكون الاستحقاق استحقاق يتم وينجز بإرادة داخلية بشكل كامل، إنما هذا الأمر بعتقد دونه عقبات كبيرة بظل وقائع المنطقة وبظل يعني ظروف المنطقة السياسية. ما فينا اليوم نحن يعني بعض الإعلام، بعض التحليلات اليوم صباحا تحدثت عن أنه وكأنه المواجهة قادمة ما بين محور يعني السعودية في المنطقة ومحور إيران في المنطقة، وبالتالي أنت إذا الأمور ما اتجهت إقليميا إلى الحلحلة، بالحد الأدنى إلى الحلحلة، ما في عنا رئيس يعني جمهورية في لبنان. بعتقد من الصعب، إلا اللهم كل القوى السياسية اللبنانية تقول نحن بدنا نقعد على طاولة وننجز رئيس. وبعتقد أنا هذا الخيار الوحيد المتاح أمامنا حاليا، لأنه أقليميا واضح جدا أنه الأفق مش رايح باتجاه الحل، وبالتالي ما عنا خيار إلا نحن كلبنانيين ننجز هذا الاستحقاق فيما بيننا. طيب، هل قبل ما أحكي عن التمديد، لأنه أيضا من بعد ما كان التمديد يحكى عنه يعني بالكواليس وبشكل خجول جدا، اليوم يبدو وكأنه نتحضر لتحضير الرأي العام لعملية تمديد جديدة لمجلس النواب. قبل ما أحكي عن هذا الموضوع، هل توافق بس لأنه كتير عم نسمع حديث، واليوم إذا بتمشي بالشارع بيقولوا لك طب صار الواحد لما يكون بده يطلع رئيس جمهورية بده يضحي بعناصر من الجيش اللبناني؟ عفوا على هذا الكلام، ولكن هذا الكلام عم نسمعه انا عم بنقول نبض الشارع. نتذكر الرئيس ميشيل سليمان ومعركه نهر البارد، ومن بعد اليوم نحن نخوض تجربه مره جدا في عرسال كانت تسويتها لا ترضي ابدا لا العسكر كافراد ولا اهل العسكر ولا اهل الشهداء الذين سقطوا مقابل ماذا. هل توافق او لا؟
أكيد لو أوافق على هاي القراءة كلها سوا. إذا عم تقليلي إنك عم تنقلي رأي الشارع، إيه؟ أنا ماني شايف هذا رأي الشارع ولا سمعت هذا الكلام بالشارع. ولو؟ شو ولو أنا شفت المجتمع اللبناني بغالبيته العظمى كان مع الجيش اللبناني. كان مع الجيش. أنا ما عم أقول مش مع الجيش. لا ما سمعت حدا من الجيش حكي بهذا الموضوع. يمكن أنت فهمت سؤالي غلط. أنا ما عم أقول إنه. حتى بهذه المعركة. أنا ما عم أقول إنه اللبنانيين منن مع الجيش. أنا عم أقول بدي أذكر ب كاهن رعية، هذا اللي قال علنا، يعني هذا شو بدك بالجيش، كاهن رعية الشياح امبارح بيقول على العلن بالملأ بذكرى الأسبوع لاستشهاد داني داني حرب وداني خير الله، شو بيقول؟ يعني بيقول دعا قائد الجيش إلى عدم المساومة على دماء الشهداء. هذا المنطق أكيد أكيد، هذا يعني ما حدا في يقول لقائد الجيش روح ساوم على دماء الشهداء، هذا منطق. بس أنه اللي عم تلمحيله بسؤالك وكأنه هذه المعركة انعملت لحتى تكون توطئة لمجيء العماد جان قهوجي رئيس الجمهورية. مش ضروري تكون انعملت كرمال هيك، ولكن نتائجها استثمارها يكون هيك. أنا دايما عم قلك عم بنقول ماذا يقال، يعني كهن الرعية اللي هو عبر عن نبض الموجودين قدامه اللي كانت الكنيسة مليانة وأهالي الشهداء، ما كان عم يحكي من فراغ. هذا المنطق بيوصل أنه كمان داعش شريكي هلأ بمن يأتي رئيس جمهورية، يعني هذا المنطق هيك بيوصل. لا استاذ زافر، يمكن انا ما عبرت مزبوط. لا لا لا, لا عبرتي مزبوط، أنا يمكن انا مش عم بفهم غلط، بس عم المعركة مش سببها انتخاب جان قهوجي، لا. لا احد ابرز نتائجها واستثمارها هو هذا الموضوع، ودائما انا انقل ما النتيجة الاساسية لهيدي المعركة هي انه هناك جماعة متطرفة خاض الجيش معركة معه وانتصر، هذه النتيجة الأساسية. هل تعتبر أن الجيش انتصر بالأشخاص في هذه المعركة؟ أنا بتقلي لي حتما، أنا ما فيني إلا ما أعتبر أن الجيش انتصر، ما فيني إلا ما أعتبر. فيكي بهذه التسوية التي خرج بها انتصر الجيش بعد في لليوم 30 وينهم؟ حدا عم يحكي فيهم؟ صحيح ولكن في شيء معركة يعني ما بيسقط فيها شهداء، في شيء معركة ما بيروح فيها أسرى، ما بينأسر فيها جنود، في شيء معركة. أنا بنهاية المطاف بالمحصلة النهائية كل معركة إلا خسائرها، هذا صحيح. بالمحصلة النهائية هالجماعة المتطرفة اللي فاتت على عرسال هي خارجة والجيش داخل عرسال بأرضه، هذه المحصلة النهائية. بتقليلي أنه كيف عم يتم التفاوض مع هالجماعة على الاستعادة الأسرة، كمان أنا هذا بشوفه أمر طبيعي بنهاية المطاف، لأنه هذا ممكن يحصل مع أي جماعة، مع أي مجموعة متطرفة، يعني اختطفت جنود أو اختطفت مواطنين، ممكن الدولة أن تفاوض عبر وسيط، عبر جماعة ثالثة. مش هذا العنوان الأساسي. العنوان الأساسي هو أن الجيش خاض معركة بوجه هذه المجموعة اللي دخلت على أرض لبنانية، هذه المواجهة كانت محقة بالتأكيد، أدت إلى نتائج بنهاية المطاف. أنا عم بحكي عن نتائجها. إيه عن نتائجها. نتائجها السياسية المطاف يعني أن الجيش رديو بالآخر أن الجيش بهذه التسوية اللي صار. النتيجة النهائية أنه الجيش في عرسال، وهذه المجموعة خارج عرسال، الجيش في أرضه في مواقعه، وهذه المجموعة خارج الأراضي اللبنانية. بالتأكيد مرفوض أن تستثمر هذه المعركة. هذا اللي عم أقوله. بالتأكيد مرفوض أن تستثمر. أنا عمل المعركة كرمال هيك. لا. بس بالتأكيد مرفوض أن تستثمر هذه المعركة لأي حسابات خاصة، لا لقائد الجيش ولا لغير قائد الجيش. ولكن السؤال، هل هذا الأمر عم بيحصل؟ هون السؤال. يعني هذا في اتهام مسبق. هذا في اتهام مسبق بأنه هذه المعركة عم تستثمر لصالح يعني قيادة الجيش أو لصالح مرشح لرئاسة الجمهورية مرشح ما. هل هذا الأمر كمان من باب الهجوم المسبق على قائد الجيش إذا كان هناك احتمال بأنه يكون رئيس جمهورية؟ يعني كمان قلنا حق نسأل هالأسئلة، لأنه أنا ما شفت أنه يعني ما فيني أقول أنا هلأ عندي معطى بأنه هذه المعركة عم تستثمر لصالح قائد الجيش ليأتي رئيس الجمهورية. نعم. طب الحزب التقدم الاشتراكي يعني في تجني إلى حد ما بهذا الأمر. على كل، إذا حصل هذا الأمر هو مرفوض. نعم. الحزب التقدم الاشتراكي يرى في جان قهوجي رئيسا توافقيا؟ بدك تسمحي لي يعني أولا ما جاوب على سؤال مباشر شخصي بهذا الشكل. نحن المواصفات لمرشح رئاسة الجمهورية وضعناها منذ فترة بشكل واضح جدا. انضاج، إذا صح التعبير، طبخة رئاسة الجمهورية مثل ما قلت تحتاج لمجموعة عوامل، يمكن جزء منها يكون خارجي، لكن بالتأكيد الجزء الأكبر منها داخلي، والأساسي فيها والركيزي فيها
توافق القوى السياسية. امبارح نابولي جملات بيقول انه عن التمديد، يعني بيقول انه عيب على اللبنانيين ان لا ينتخبوا حتى ساعة رئيس جمهورية، وبيقول انه يبدو انه في تمديد لمجلس النواب، وكأنه فهمنا هيك اعلن رفضه. اي يعني لقلك لحتى اعلن رفضه لاجراء اي انتخابات نيابيه قبل انتخاب رئيس، وبالتالي بدنا نكون صريحين وليكي، هاي الامور نحن مش عم نحكيها، عم نحكيها مثل ما هي بكل صراحه، من دون لا نلبس كفوف ونحكي للناس منطق وبالواقع يكون في شيء تاني عم بيصير. المنطق نفسه اللي عم نحكيه مع الناس هو اللي مقتنعين انه الوقائع عم تاخذنا لإله. المسألة الأساسية هي ما حدا بيقدر يقول اليوم أنه التمديد لمجلس النواب شغلة ما فيش مثلها، يعني أو أنه هذا الخيار السليم أنه نحن نروح نمدد لمجلس النواب، ما حدا بيقدر يحكي بهذا المنطق. التمديد لمجلس النواب حتما مرفوض من بالمبدأ، حتما مرفوض بالمعيار الديمقراطي بالمعيار الشعبي، كل قوة سياسية من واجبها أنه ترفض هذا الأمر. ولكن هل الوقائع السياسية بدأ تخدنا، المعطيات السياسية بدأ تخدنا إلى هكذا خيار؟ هذا احتمال وارد. يعني ما حدا بيقدر كمان يجي يقول لهم للناس لا نحن عبكرة رايحين لانتخابات نيابية بالتأكيد نزلوا عبكرة صوته، يعني منكون كمان عم نحكي للناس منطق غير واقعي بكل صراحة، عم نحكيهم يعني كلام شعبوي أكتر ما هو حقيقي بالواقع. المسألة الأساسية في هذا الأمر وهون المشكلة، يعني القوى السياسية مش كلها بكل صراحة، مش الكل عنده الجرأة يطلع يقول انه نحن يمكن نروح على تمديد لمجلس النواب، كله بده يطلع يعني يبيع كلام شعبوي للناس. المسألة الأساسية بهذا الأمر هي انه نحن هل ما تروح التمديد لسنتين وسبعة أشهر يعني نكفي الولاية، ولا ما تروح التمديد لفترة بسيطة، لفترة قصيرة، لأنه بهذا الأمر إذا البعض قال تعوا نمدد لسنتين وسبعة أشهر معناتها يمكن يفهم كثير من اللبنانيين ويمكن يفهم كثير من القوى السياسية اللبنانية وكأنه ما في انتخابات رئاسة جمهورية خلال هذه الفترة، ما في ضمان، بيرتاحوا الناس أو القوى السياسية بتقول ما زال مددنا لمجلس النواب هلا والحكومة ممكن تكفي بلا انتخابات رئاسة جمهورية. هذا الخطر أشار له رئيس الحزب بشكل واضح بالأمس بكلامه. أي تمديد لمجلس النواب إذا رحنا لهذا الخيار، هذا التمديد يجب أن يكون مشروط بانتخابات رئاسة جمهورية، وحتى أشار أنه هذا الأمر لازم يكون مكرس بالنص اللي بده يتم فيه التمديد لمجلس النواب. إذا نحن حكما رايحين على تمديد، ولكن اليوم النقاش يجري حول ما هي الشروط التي سترافق عملية التمديد. بصراحة هيك مع الأمل أنه نحن ننتخب بكرة رئيس جمهورية ونعمل بعد منها انتخابات نيابية. نعم. عودة الرئيس سعد الحريري، النائب وليد جملاط كان الأول والوحيد يمكن يلي سبق عودة الرئيس الحريري إلى بيروت بأيام وقال أنه يجب أن يعود وكأنه لمح. هل ساهم النائب جملاط بعودة الرئيس الحريري بشكل أو بآخر أو بتحضير لا. الأرضية السياسية له؟ أبدا دعوة رئيس الحزب لرئيس سعد الحريري مش من امبارح، لا ولا الاسبوع الماضي ولا يعني قبل بفتره قصيره من عوده الرئيس الحريري، هيدي من فتره طويله، مبنيه على قراءه الواقع اللبناني، مبنيه على قراءه الواقع الاسلامي تحديدا، العلاقه بشكل اخص السنيه الشيعيه، مبنيه على المنطق اللي بيمثله الرئيس سعد الحريري والتيار اللي بيمثله اللي هو تيار الاعتدال، وبالتالي هناك حاجة لأن يكون الرئيس سعد الحريري في لبنان، ومشان هيك الدعوة سبقت هذا الأمر. وعلى كل أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا. عودة الرئيس سعد الحريري نتائجها المرجوة من هذه يعني العودة ترجح كفة الاعتدال داعش ولبنان، وخطاب النائب وليد جملاط الجديد عن قتال حزب الله في سوريا وداعش رح نحكي فيه، رشية أيضا قادرين، ما في شيء برشاية، ما نشوف هلا بالمحور الثاني من فاصل قصير ونرجع.
عودة لكم مشاهدينا وإلى الضيفة أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. بدي أرجع لحيفيك قبل ما ندخل بالفصل الإعلاني. كنا عم نحكي عن عودة الرئيس سعد الحريري ومهمة الرئيس سعد الحريري. هل عاد الرئيس سعد بمهمة موكلة إليه من المملكة العربية السعودية بترجيح كفة الاعتدال مع ازدياد موجة داعش في المنطقة؟ أنا بعتقد يعني أنا بخالف كل بعض التحليلات اللي عم تصير بصراحة بخصوص العودة. أنا بعتبرها عودة طبيعية، أولا لمواطن لبناني، ثانيا لرئيس حكومي سابق، مزبوط، ثالثا بس لتوقيت لرئيس تيار المستقبل. بالتوقيت حتما مرتبط بال يعني ما قدمته المملكة العربية السعودية لهبة للجيش، يعني حتما هذا مرتبط، وهذا الأمر أعلن عنه بشكل واضح وصريح أنه الرئيس سعد الحريري هو المكلف بمتابعة هذا الأمر. ولكن أنا برأيي كمان هذه العودة لا يمكن أنه يعني أن نراها خارج الإطار العناوين اللي عم بحكي عنها كلها سوا، بمعنى أنه هو بالاخر زعيم سياسي وقائد سياسي بالبلد، والعوده بدا يعني الجزء الاساسي منها هي متابعه الشان السياسي والوضع السياسي ومتابعه يعني قياده تيار المستقبل. بعتقد انا الشيء المهم اللي يعني فينا نحكي عنه هي مش مهمه محدده، هذا برايي انا المهم، مش مهمه محدده انه يعني جاي ليقود تيار الاعتدال. ما هو يعني الرئيس سعد الحريري بالتكوين السياسي لما يمثل ولمن يمثل هو تيار اعتدالي، هو تيار اعتدالي، هو صحيح تيار اعتدالي، بس نوابه كلهم مش نواب معتدلين، موضوع يعني اخر يعني او موضوع هو آخر. تيار انت عم تحكي عن أوكي. الشيء الاساسي بس او هو يعني تيار اعتدالي ما عنده احكام وسيطره وضبط لشارعه، أم هو تيار اعتدالي تم خرقه؟ هذا موضوع مختلف. هلا بقول لك ليش. هذا أمر يعني فينا نناقشه بالتفاصيل، بس أنا اللي عم حاول أقوله إنه الاعتدال ما انتفى عن يعني لا رئيس سعد الحريري ولا تيار المستقبل. صحيح. العودة يمكن لتكرس وتجذر أكثر هذا الأمر، وحتما هذه العودة بتساعد يعني إذا صح التعبير معالجة بعض هذه الأصوات اللي يعني من هنا أو من هناك شاذة يعني عن الاعتدال، عن القاعدة شاذة، يعني شاذة عن الاعتدال، هي خارج قاعدة القاعدة الأساسية ومفاهيم ويعني على الأقل ثواب التيار المستقبل، هيدي بتساعد. ولكن المهمة مش لهذا الهدف، يعني حرام نكون عم نزغر يعني العودة وكأنه هذا هدفها، بس يعني وكأنه هذا الهدف بالشيء البسيط يا أستاذ ظافر. هذا الهدف هو ينقذ لبنان. لا عم بقول أنا مش الهدف، منه هدف صغير أبدا مش الهدف ل يعني معالجة هذه الأصوات، عم بحكي أنا مش هالقد الهدف. لتكريس منطق الاعتدال بالضبط. صح، لتجدير منطق الاعتدال صح، لتثبيت منطق الاعتدال أكيد صح. السؤال مش هون. أتى الرئيس سعد الحريري وعاد الرئيس سعد الحريري ليكرس منطق الاعتدال، السؤال ماذا سيفعل الآخرون لملاقاته في منطق الاعتدال؟ أنا برأيي هذا سؤال كبير كمان. يعني أنا ما فيني أطلب، لنكون صريحين وواضحين، وكنا عم نحكي خارج البريك خلال البريك تحت الهواء، عم نحكي انه ما في طرف معين يجي يعبئ طائفيا قاعدته لمدة سنة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين واربعين واخر شيء يجي الا بدك تروحي على الاعتدال. هذا الامر الكل مصاب فيه. خليني احكي الكل حتى انت. هلا بقول لك، هلا بنحكي. لا 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 انتوا كنتوا يعني انتوا يعني هذا المنطق ينطبق على كل القوى السياسيه، اكان تيار المستقبل يلي بس انت المشكله مش عندنا، مش معنا اليوم ليكي، في مشكله اساسيه سنيه شيعيه بالمنطقه. صحيح، هيدي هي المشكله الكبيره. مزبوط ولا لا؟ يعني المشكله لنا هي اذا بدنا نحكي بمنطق طائفي، لا هي مارونيه درزيه اليوم، ولا هي درزيه سنيه، ولا هي درزيه شيعيه، ولا هي مارونيه شيعيه، ولا هي مارونيه سنيه. يعني المشكله الاساسيه على مستوى المنطقه كلها سوا مشكله سنيه شيعيه. السؤال اذا نحن اردنا الاعتدال، بدنا الاعتدال في كل المواقع،
واللي بيقدم خطوة باتجاه الاعتدال على الآخر أن يلاقي خطوة خطوة. يعني عم تقول حضرتك أنه يجب حزب الله أن يلاقي تيار المستقبل في هذا المشروع. حزب الله لازم يلاقي تيار المستقبل، وتيار المستقبل لازم يلاقي حزب الله. هذا المنطق اللي صرنا نحن 3 سنين أو 4 سنين عم نطرحه. هذا المنطق اللي نحن صرنا 3 سنين أو 4 سنين عم نحاول نفتح الأفق، نفتح الطرق، نفتح السبل أمامه. يعني الوقت اللي حكينا بالحوار ما كنا عم نغني، وقت اللي حكينا بالتواصل ما كنا عم نغني، وقت اللي حكينا بتنظيم الاختلاف بين القوى السياسية كمان ما كنا عم نغني. كنا عارفين أنه الأمور رايحة لمحلات خطرة جدا. بس اليوم أيضا معاش بدك تسمح لي أنا أبو جملات يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الاصطفافات اللبنانية. بدي أرجع لا من قبل وقت خطابه الشهير في ساحة الشهداء بعد اغتيال الرئيس سعد الحريري، قاد هو الحملة، قاد هذا الاحتقان بشيء ولحقته الأحزاب الأخرى. عم بحكي على مستوى الخطاب وتصعيد تصعيد الخطاب. اليوم أيضا النائب وليد جملات قبل ما نسمع كلامه الأخير عن أنه لا، حزب الله، قتال حزب الله في سوريا ليس هو المسؤول عن مجيء داعش إلى لبنان، قبل ما نسمع هذا الخطاب، هو أيضا النائب جملات قاد هذه الحملة واعتبر أنه قتال حزب الله في سوريا غير أخلاقي، واعتبره خطر استراتيجي، واعتبر داعش على التليفون. ما في مشكلة. إيه بس على التليفون أنا ما فيني أتحكم. مزبوط. ولا أنا قدرت أتحكم. صح. هلأ بدنا جواب لايف. خليني أقول لك. واعتبر أنه داعش هي نتيجة يعني وليدة سورية، يعني أنه النظام هو الذي أنتج داعش. هل لا يزال نائب جملات على رأيه في هذا الموضوع؟ أولا يعني في خطأ ب الأولويات بالعناوين اللي حضرتك عم تتفضلي فيها. بشو؟ اللي عمل الانقسام في لبنان في تلك اللحظة بال 2005 هو اغتيال الرئيس شهيد الحريري. ما قلت غير هيك. أنا قلت أنه نائب وليد جملات هو قاد هذه شو اسمه. مش صحيح. قاد الانقسام. قاد الفريق إلى التصعيد. هذا اللي صحيح. مش إلى التصعيد. عبر عن موقف سياسي كان مقتنع فيه. في كان أكثر خطاب تصعيدي في ذلك الوقت. نعم نعم. ولكن مش هو اللي عمل المشكلة السنية الشيعية. ما أنا ما عم أقول لا. أنا عم أقول التعاطي مع المشكلات. التعاطي مع الأزمة. في تلك المرحلة فيك تقولي أنه الرئيس وليد جملات كان طرف. هذا صح. هذا صح. ولكن مش قيادته السياسية في تلك المرحلة اللي قادت لمشكلة سنية شيعية، لأنه الكلام بينفهم غلط. أول شيء ما أي بس لا خليني أنا أوضح. خليني أنا أوضح. لأنه وقت اللي منقول أنه هو مسؤول عن هذه الاصطفافات، يعني وكأنه هو اللي صنع هذه الاصطفافات، هو كان جزء من هذا الاصطفاف. هذا صح. الرئيس وليد جملات كان جزء، مش بس كان جزء من هذا الاصطفاف، كان جزء، كان في مقدمه، هذا الفريق السياسي. هذا صح. كان بالواجهه صح، وكان بالمواجهه صح في كل هذه المرحله، لا ننكر هذا على الاطلاق. وكنا جزء من هذا الفريق السياسي، وكنا جزء من هذه المعركه السياسيه بعناوين المختلفه. هذا الامر كان في له ايجابياته، كان في له حسناته بمرحله من المراحل، وكان في له فيها اخطاء. هذه المعركه السياسيه كمان كان فيها اخطاء وسلبياتها. ما حدا بيقدر يعني، وما لنا بوارد هلا نقيم تفصيليا وين الخطا وين الصح. انما بعد 7 ايار كان واضح المسار السياسي اللي شقه لنفسه الرئيس وليد جملات ولحزبه وحتى لجمهوره. وفي تلك المرحله كمان بيسوى نذكر نحن أن الرئيس وليد جملات الاتجاه السياسي الذي اتخذه والخطاب السياسي الذي اتخذه واجه صعوبات كبيرة مع جمهوره. هذا صحيح اللي عم تتفضلي فيه، لأنه كان جمهورنا يعني بموقع سياسي ومعبأ في موقع سياسي معين. بعلمي بيكون هيك. المسألة بعلمي الأساسية بيكون قاد الجمهور إلى هذا شوي بفاجئنا. ولكن المسألة الأساسية جوزيفين أنه الرئيس وليد جملات لم يعني ينجر مع جمهوره في العواطف اللي كان جمهوره فيها. أخذ القرار ونزل على الأرض يقنع جمهوره بهذا الخيار السياسي. وبهذا اسمحي لي، وهذا أمر لا يؤخذ على الرئيس وليد جملات، هذا يوضع في حسابه، وهذا يوضع في حساب الوطن، وهذا يوضع في حساب الاستقرار، وهذا يوضع في حساب التسوية بالبلد، وهذا يوضع في حساب تحسين هذا الاستقرار منذ تلك اللحظة. لأنه الخطورة كانت عم تكبر وعم تكبر، والتوتر كان عم يكبر وعم يكبر على مستوى البلد كله سوا. نعم خاض
معركتين، معركة على مستوى البلد بالقرار السياسي اللي أخذوه، لأنه كان مؤمن أنه هذا القرار السياسي وحده اللي ممكن على الأقل يخفف من التوتر ويحفظ الاستقرار، وخاض معركة على مستوى جمهوره أيضا لإقناع جمهوره بأنه هذا الخيار الأسلم. خرجنا من هذا الاصطفاف بقرار سياسي واضح، اتخذنا موقع وسطي بين الأطراف، يعني لم نعد جزء من هذا الاصطفاف ولم نذهب إلى اصطفاف آخر. خرجنا من اصطفاف 14 من دون أن ندخل لاصطفاف 8 أدار قناعة منا أنه هذا البلد بلد تسويق مش بلد اصطفاف. أنا اليوم السؤال هو المسؤولية التي على عاتق النائب وليد جملاط بتجيير الرأي العام حينا إلى مكان يصعد فيه في خطابه ضد طرف معين بشكل ما يخدم النعرات المذهبية، أنا ما عم أقول هو، انتبه على سؤالي منيح، بشكل ما يخدم هذا الاصطفاف المذهبي، وفجأة بيعود يعني المسار إلى مكان آخر من بعد ما كان صار في تعبئة بالشارع والناس صاروا يحوك العناوين المذهبية. هيدي لا تحمل يعني، يعني هلا لمين تحمل هيدي؟ هو قائد، هو قائد في طائفته، وهو له كلمته في السياسة، وهو يؤثر على مستوى الاصطفافات. بس إنه هي يعني الأطراف السنية والأطراف الشيعية منطق يعني خارج التعبئة الطائفية والمذهبية، ونحن عم نسبب هذا الأمر. لا أنا معك، أنا معك أنا ما عم بقول لك يعني آخر شيء، أنت باصطفاف سياسي وقت اللي كنا ب 14 أدار كنا بمواجهة اصطفاف سياسي آخر، العمود الفقري فيه هو المكون الشيعي، وب 14 أدار كمان المكون الأساسي السني كان يعني جزء أساسي في مكون 14 أدار. يعني هذا الاصطفاف السياسي بيساعد، هذا صحيح، ولكن مش هذا الهدف اللي كان عنا ولا هذا المنطلق اللي كان عنا. كان هناك لحظة اغتيل فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان في لحظة عندك عناوين سياسية أساسية في تلك المرحلة، من الانسحاب السوري، من عناوين سياسية كبيرة حملناها وحكينا فيها ونضلنا فيها. بس أنا أقول أنه نتيجة التقدم وتصعيد خطابكم، كانت هي تسعير النعرات الطائفية بين اثنين. أنا ما بقول لك لا، هذا ممكن يساعد. من شان هيك الخيار بال2008 يعني خيار لازم أنت تأكدي عليه وتشدد عليه وتساعدين عليه، مش تلومينا ليش رجعنا يعني أخذنا هذا الخيار. أنا مش عم لوم، أنا عم بسأل عن عمتح. للأسف بلبنان حتى المعارك السياسية، حتى يعني التنافس السياسي للأسف له طابع طائفي نتيجة تركيبة البلد. أنا موافق معك، رح كون صريح أنه اليوم بس يكون في انقسام سياسي بالبلد أي تصعيد يعني وقت اللي بتكون الطوائف منقسمة بهذا الطرف أو بهذا الطرف، التصعيد السياسي من هون ومن هون بيزيد حدة الانقسام. إنما الشيء الأساسي والجوهري اللي كمان ما فينا إلا ما يعني نثني عليه هو أنه الخيار بعد 2008 كان هدفه الأساسي أنه هذا الانقسام تحديدا السني الشيعي ردم الهوة بين الطرفين، تخفيف التوتر، لأنه لا سمح الله الصدام بده يدفع ثمنه الجميع. في وقت اليوم تيار المستقبل لا يزال يتمسك بموقفه من أنه قتال حزب الله في سوريا هو الذي استدعى دخول المجموعات التكفيرية إلى لبنان، أنتوا لأ صرتوا في مكان آخر. بعد كلام النائب وليد جملاط الأخير بيقول أنه قتال حزب الله في سوريا ليس هو سبب بمجيء داعش إلى لبنان، لماذا هذا التحول بموقف؟ يعني أولاً نحن يعني رفضنا بالأساس تدخل حزب الله في سوريا ولا زلنا عند هذا الموقف، خلينا نكون واضحين. رفضتوا لدعم النظام؟ لدعم النظام. اثنين لا، التدخل بالإجمال رفضناه، والتدخل نحن مش معه. المسألة اللي حضرتك عم بتشيري لها واللي تناقشنا فيها مرت الماضي، يعني نحن بالأساس ما قلنا أنه دخول حزب الله إلى سوريا هو اللي أتى بالإرهاب إلى لبنان. قلتوا عنه لا أخلاقي وخطأ استراتيجي، ماذا يعني؟ نحن رفضنا هذا التدخل، هذا بيعبر عن رفض التدخل في سوريا. خطأ ولكن استراتيجي، نحن ما قلنا على مين؟ صحيح. على لبنان؟ لا مش بس على لبنان، على مستوى والشيء اللي كنا عم نحكي فيه بالبداية، إذا بدك ترجعي يعني نعمل قراءة لهالموضوع، هذا خطأ يعني مرتبط بوضع المنطقة كلها سوا، ومرتبط بالعلاقة الإسلامية، ومرتبط بالعلاقة السنية الشيعية.
من هون يعني هذه القراءة اللي عم تحكي عنها وهذا الموقف من دون ولا مرة قلنا نحن أنه تدخل حزب الله في سوريا هو اللي جلب الإرهاب إلى لبنان، ولا مرة قلنا هذا الكلام. المنطق اللي انطرح بشكل واضح مؤخرا أنه ما حدا يحمل مسؤولية تدخل حزب الله في سوريا، يحملوا مسؤولية يعني الاتيان بداعش إلى لبنان، هذا المنطق، هذا منطق يعني عم يطرح الخطاب من الزاوية الوطنية العليا بالبلد، مش من زاوية هذا يعني مناكفة سياسية هلأ مع حزب الله، أو مناكفة سياسية هلأ مع تيار المستقبل، أو مناكفة سياسية هلأ مع التيار الوطني الحر. اللي عم بيقوله الرئيس وليد جنبلاط، تعالوا نفكر كلنا سوا كلبنانيين بهيدي اللحظة في خطر جاي علينا، كيف منقارب هذا الأمر؟ كيف منتعامل مع هذا الأمر؟ كيف منواجه هذا الخطر؟ هذا المنطق اللي طرحه بشكل واضح. يعني اليوم تعتبرون قتال حزب الله على الحدود اللبنانية السورية في المكان اللي يقاتل فيه، وقتال داعش إذا بدك على طول الحدود، ولا ما عندي معلومات إذا عندك معلومات ما بعرف إنه حزب الله كان عم بيقاتل على الحدود اللبنانية السورية. أنا مش عم بكشف سر، أنا عم الجيش اللبناني هو الذي خاض هذه المواجهة. أي مواجهة؟ ومواجهة عرسال. أنا مش عم بحكي عن عرسال. الجيش اللبناني هو اللي موجود على هذه الحدود. أنا مش عم بحكي عن عرسال، أنا عم أقول أنا مش عم بحكي، أنا ما حكيت عن عرسال. أي حدود لكان؟ ما في في معارك سلسلة شرقية امبارح كانوا عم من شهر كانت. وين؟ ما بعرف، ما عن جد ما بعرف. مش عم بكشف سر، يا حسستني هلا انه انا كشفت سر عسكري مش لا. لازم كنت احكي فيه. شو لا اذا بيعطوك اسرار كمان ما بعرف. هذا الحديث كان في الاعلام وكل المقربين من الحزب. على كل حال، هل تعتبرون ان قتال حزب الله في هذه المواقع وقتال داعش حتى في الاراضي في القصير والاراضي السوريه القريبه من لبنان يخدم مصلحه لبنان؟ لا لك، نحن يعني كل التدخل في الموضوع السوري يعني منا معه بكل صراحه، لم يتغير. عم بحكي هلا عن داعش اللي هاجم على لبنان، يعني داعش بس تهجم على لبنان في جيش لبناني يواجهها بكل بساطه. بس هذيك المره يعني حديثك معي على التليفون في غير هيك. ايه لا، انا ما فيني اقول اليوم يعني انا على بكره جوزفين نحن قاعدين هون واجا ارهابي صوبنا، يعني اذا انا قمت معي انا وياكي مسدس وقمنا واجهناه يعني اكيد ما حدا حيلومنا، بمعنى انه نحن اخر شيء عم ندفع خطر عنا. المساله مش بهيدي البساطه قراءتها، المساله قراءتها بالسياسه، مساله قراءتها بالسياسه. يعني ما في طرف لبناني، انا ما فيني وافق اليوم كطرف لبناني على تدخل اي طرف. وعلى كل حال يعني نحن رفضنا كل التدخل في سوريا، مش بس تدخل حزب الله، لانه في اخرين تدخلوا كمان بالميدان السوري ورفضنا هذا. نعم هذا نعم الامر صحيح، بس هذا بالعنوان السياسي. مواجهه داعش بس تجي على لبنان، انا برايي هناك جيش لبناني، هناك سلطه لبنانيه، هناك دوله لبنانيه هي بتحدد. اذا والله الدوله اللبنانيه بكره قالت انه حزب الله يجب ان يساعدنا في هذه المعركه، يعني كل المعطيات بتختلف عندك، كل المعطيات بس واضح انه ما يجري يعني على الاقل على الاراضي اللبنانيه لا يجري من دون التنسيق مع الدوله، او انا كمان غلطانه؟ ممكن ربما. طيب. عن جد ما فيني احكي بهالامور يعني على المستوى الامني والمعلومات، لكن الشيء الاساسي اللي نحن معنيين نحن وحزب الله وحركه امل والمستقبل وتيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه والكتائب وكل القوى السياسيه وكل المكونات اللبنانيه انه نعمل شبكه امان سياسيه مرفقه بشبكه امان اجتماعيه. الموضوع العسكري، الموضوع الامني، هناك دوله، هناك مؤسسات، ما فيك الا ما تقولي اليوم انت وتثقي بانه هناك مؤسسات امنيه تستطيع ان تردع اي خطر قادم الى لبنان. هذه المؤسسات اللبنانيه شو بترتقي في سياق معركتها؟ بعتقد يعود الامر لها وهي بتقدر تحدد، وعند كل يعني محطه فيك تحدد الموقف المناسب والموقف الملائم. ما فيني اقول انا اليوم انه انا مع اي طرف لبناني بيروح بيوقف بهالنقطه وبيواجه، يعني كلام بيكون بالعموميات ما له يعني. بس هلا بطل الداعش على الاقل هي وليده النظام السوري. شوفي اي حركه من هاي الحركات لما انت ما بتقدري تعرفي منشأ الحقيقي كيف، ما بتقدري تعرفي منشأ الحقيقي كيف، وقت اللي انت بتشوفي هناك مجموعات كبيره من اللي تم اخراجهم من السجون راحوا بهذه الاتجاهات جوزفين، وهيدي كمان هيدي مش اسرار يعني كمان مش عم بكشف سر امني. لك حق توضعي علامات استفهام
على هذه الجماعات وعلى طريقة نشأتها وتكوينها. صح. يعني بس أيضا أنا بحق أطرح علامة استفهام على من يمول هذه الجماعات. إيه كمان ما عم بقول لا أنا ما أنا عم بقول لك يعني هذه أمور ما فيك إلا ما تحطي علامة استفهام عليها. لما بتشوفي عناصر راحت من هذا السجن اللي بيمسكوا هذا النظام واجت الى هذه المجموعه شيك فيكي تسالي كمان مين عم بيمول من الذي ادى الى هذا انتشار هذا مين الفكر مين عم يرفع الغطاء عن هذه المجموعات اللي صارت على حدود رشية. كردستان صارت على حدود كردستان صحيح. يعني كلها اسئله مشروعه لكن بالجوهر وبالمضمون هناك مناخ تستطيع هذه المجموعات أن تعمل في ظله. السؤال شو مسؤوليتنا نحن كقوة سياسية سواء لبنانيا أو عربيا لي يعني المساعدة بمعالجة هذا المناخ. نعم. طيب رشايا حكي يعني سمعنا امبارح أنا أبو فعور نفى ولكن قال إنه كأني فهمت هيك لحتى ما أقولوا شيء ما قالوا إنه يمكن أنتوا رح تتصدوا أو الأهالي يمكن رح يتصدوا أو رح يساهموا في أي إمكانية لأن تتحول شبعة إلى عرسال جديدة. شوفي حصل لقاء شعبي وسياسي موسع في رشايا من يومين نهار الجمعة الفائت كان برعاية رئيس الحزب. نعم. وهذا الأمر يعني بتعرفي يعني الأسبوع الماضي نحن عملنا سلسلة تحركات تضامنية مع الجيش بمشاركة مختلف القوى السياسية في مختلف المناطق من دون استثناء أي طرف من الأطراف. الهدف منا كان تضامن مع الجيش، الهدف منا التأكيد على النسيج الاجتماعي في كل منطقة اللي معتبرينه نحن تماسك هذا النسيج الاجتماعي ووحدة هذا النسيج الاجتماعي يعني خط دفاع أول بمواجهة أي خطر. على هذه القاعدة عقد هذا اللقاء في رشية بعد سلسلة من الإشاعات والبيانات يعني هيك بث المخاوف والذعر عند الناس بأن هناك من هو يمكن صار قريب من إما شبعة إما حصبية إما منطقة رشية وبالفعل ليس هناك أي أمر من هذا النوع. والبعض يعني هذا الكلام بحمس الكثير من الأهالي باتجاهات مختلفة يعني لأنه لما بتشعري بالخوف بتصيري تفكري بحماية نفسك. ما أردنا قوله بكل وضوح أنه وحدة الأهالي قبل كل شيء من شبعة إلى رشية كل هذا يعني الخط الممتد من شبعة إلى رشية وحدة الأهالي هي الأساس. حتى اللحظة ليس هناك ما ينذر بأي يعني سوء لا سمح الله في هذه المنطقة على طول الخط. هذا الخط. أي. وبالتالي هناك من يحاول أن يفتعل أمر ما أو أن يفتعل مشكلة ما أو أن يفتعل يعني إشاعة ما لإثارة الناس. أردنا طمأنة الناس بأنه نحن موحدين كلنا سوا كقوة سياسية وكمواطنين على الأرض بمواجهة أي أمر إذا حصل لا سمح الله من دون أن يكون هناك يعني هناك أي شيء فعلي على الأرض. عقب هذا اللقاء حصلت هذه الإشاعة اللي تم يعني ترويجها عن معركة ما في بلدة كفركوك برشية. ليس هناك بس لنقول للمشاهدين شو هي هذه الإشاعة أنه هي في مجموعة جاية لحتى تروح تستقر بشبعة أخذ هذا الطريق وحصل اشتباك بين بس هي كانت صحيح. مجموعة من عرسال ما هيك؟ مش من عرسال من وين؟ حكي عن داعش بالإشاعة. بالإشاعة حكي عن داعش. يعني من جاي من منطقة عرس مش إنه من أهل عرس من منطقة عرس. ولكن لا أساس لهذا الأمر. لم مش موجود على الإطلاق ولا حصل. طيب. ما بدي سجل ولا بس أنا بس أقول ما سجل ولا حدث. ما بدي أقول لك شو. ولا اشتباك. شو يعني لمين وراء هذه الإشاعة. مين. ولا يعني. السذاجة اللي عم بيتم التعاطي بهذا الموضوع حتى على الأرض باللي حصل يعني لحتالي لا ضحك الناس ولا أضحك أنا وياك على الأرض. لا فينا نضحك. مش هيك جوزيفين بيتم التعاطي يعني ولا من أي لا شخصية من مصلحته من مصلحته لا من إنه... شخصية من هنا أوكي. لا من شخصية بس مين بعد من الحلقة مصلحته؟ بعد الحلقة فيكي يعني أنت صحفية ماهرة بتقدري لا أنا شو بدي بعد الحلقة يعني أنا بدي أقول للمشاهدين عم يسمعونا هلأ نحن من أنا اللي معني أقول لهم إياه للمشاهدين أنت صحفية ماهرة بعد الحلقة بتقدري
يعني تسحبي المعطيات بدقة من أين اللي بقدر بقوله أنا والمشاهدين شو بيعملوا؟ هذا اللي بقدر بقوله هلأ بقلك للمشاهدين. نحن كطرف سياسي بكل بساطة فينا نأكد هذا الأمر لم يحصل، ليس هناك أي شيء من هذه الإشاعة اللي تم افتعالها بعد اللقاء اللي عقد برشية وبعد النجاح اللي عقد برشية. تصرف أقل ما يقال فيه إنه صغير لا يرتقي إلى مستوى لا العمل السياسي ولا يعني التعاطي مع هذه المخاطر اللي نحن عم نواجهها. قبل ما نختم، ما بقى معي وقت، أساتذة الحزب التقدم الاشتراكي بارح التيار الوطني الحر وأمل والمستقبل أعتقد وافقوا على التصليح بعكس رغبة هيئة التنسيق النقابية أو إرادتها. يعني اليوم أساتذة الحزب التقدم الاشتراكي ماذا سيفعل؟ سيصدر بيان يعني أو ممكن يكون صدر وأنا معك بالحلقة يدعو الأساتذة إلى التصحيح. التصحيح. نحن بكل صراحة مش راغبين انه الشهادة الرسمية يعني بعد هذه الثقة اللي حصلت عليها بعد الحرب الأهلية اللبنانية انه نرجع لنعطي إفادات، انما كمان لن نلوم وزير التربية ولن نعارض القرار الذي سيأخذ بإعطاء الإفادات إذا الأساتذة ما راحوا صححوا. ما أنتم سألتولن للأساتذة صححوا رح يصححوا كذلك الأمر على باقي الأحزاب السهولة. يعني بدك للصراحة وللأمانة للصراحة وللأمانة مش بهذه السهولة. حتى نحن داخل أحزابنا عم نخوض نقاشات كبيرة جدا بخصوص سلسلة الرتب والرواتب وطريقة التعاطي مع هذا الأمر بكل صراحة. والأساتذة لهم موقف مقسومين. نعم بكل صراحة مقسومين إنه ناس مع هيئة التنسيق وعند غيرنا وعند كل القوى السياسية. في ناس عم بتقول خلينا نروح نصلح لأنه إذا ما في سلسلة رتب ورواتب هلأ ما فينا نضل يعني آسرين الطلاب ومستقبلهم إلى ما لا نهاية، وفي أساتذة عم بتقول لا بدها تصاعد بالموقف وتضل مقاطعة التصحيح. هذا الأمر عندنا موجود وعند غيرنا موجود للأمانة، عم بحكيك الأمور بكل شفافية وبكل وضوح. إنما الموقف الأساسي بالنسبة لنا كحزب عم نقول نحن الطلاب لا يجوز أن يبقوا أسرى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، العمل النضالي ما بينتهي، التصحيح وأعطاء الشهادات بشكل صحيح وسليم للطلاب ما بيضرب نضال هيئة التنسيق ولا بيضرب بالضبط. هذا اللي أنا بدي أقوله، وللأسف يعني وقتنا كتير صار ضيق وهذا الموضوع بده كتير صحيح. حديث مطول، ولكن الأحزاب اليوم مجرد ما أنا عم تدعي أساتذتها يعني هي تضرب عمل هيئة التنسيق النقابية، هذه الهيئة التي أعادت العمل النقابي إلى الواجهة والتي أحيت العمل النقابي في لبنان واللي كنا صرنا زمان ما شفناه. صحيح، ولكن غير صحيح انه الاساتذه الاحزاب بالموقف اللي عم ياخذوه انه عم يضربوا هيئه التنسيق النقابيه، هذا ظلم متجني لانه هيئه التنسيق النقابيه مكونه من الاحزاب كمان. خلينا نكون واضحين وصريحين، المساله اللي مطروحه اليوم هي مصير الطلاب بكل بساطه، هي مصير الطلاب بين يوم والتاني. ما فينا نقر سلسله رتب ورواتب، لهم حق يحكوا اللي بدهم اياه هيئه التنسيق، بس كمان نحن كقوى سياسيه معنيين بمستقبل هودي الطلاب انه يروحوا ياخذوا شهادتهم بشكل سليم. من شان هيك الدعوة لكل الأساتذة أنهم يتساعدوا مع معالي وزير التربية بهذا الخصوص، أفضل خيار أنهم يذهبوا إلى التصحيح لنعطي شهادة بشكل سليم وشرعي ونضل محافظين على مستوى هذه الشهادة قبل أن نقع في المحظور. المحظور هو إفادات بالنسبة لنا كحزب بكل صراحة لن نقف بواجه هذه الإفادات لأنه مستقبل طلابنا على المحك. أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي أستاذ زافر ناصر، شكرا لك على حضورك معنا اليوم بحوار اليوم. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا على متابعتكم هذه الحلقة وإلى اللقاء.